ضحك. ايش في واحد سحبوا منها الشيخه. ثاني ايش يقول؟ يقول اتمنى بعدين وش احمر وازرق تلعبون جوله. والله تخيل ايش سحبوا متاخر. تدري ايش يقول؟ ايش يقول؟ اتمنى ما اخذها الاسبوع هذا، ما عاد ابغاها. هو يدري انها بتنسحب منه. ما سوالك ودي حكي، لكن كلنا يمنع تخليه حكي. يمنع اي فهمت. ارحبوا ارحبوا ثم ارحبوا. السلام عليكم. ها عليكم جيت شايف؟ ها فيك زعلان؟ صوفي غني يا ماني مزعلك يا سلطان. علم تو قايم من النوم بعد. صح صح تو قايم من النوم. ما شاء الله عليك غير تاكل يدينا هذا وانت قايم من النوم. ليه هو؟ ليه طيب ليه؟ والله طفشنا كذا. ليه؟ وشو ذا؟ بس رسائل لن تصل. ليش؟ ارجع يا اخي لا تجرح عليهم ودي كلهم باقي. لا كيف هالشاي برد؟ يبلش هاي حر معلمة. والله والله كشن. انت ما في كشن، انت افن. صراحة يا شيخ انا دائما افوز، لليوم تعادلت معك. يا رجال كم مهزوم؟ ليه؟ ولا هنا؟ ليه؟ ارجع ورا شهادتك. انا ما جيت معك انا. والله بس بقول لك حاجة. بعدين سلطان قيمنا، ترى سلطان ضبطه. بس بقول لك حاجة. فريق دعمي. انا فريق دعمي. صرنا اصدقاء صح؟ جمهور. اي يلا قوم. قسم بالله ما حاجة. والله كف. ادخل المطبخ ادري اني بخنقط. انا خذيت انقط. تدري انا اقول لك انا ادخل المطبخ ادري اني بخنقط. انا تدري من اللي اعطاني اياها؟ تدري انا يا رجال. ترى اجرتك جمهور اللي معطيني اياها. اعطاني اياها عز. ايش عز؟ تدري من فريق الدعم اللي دعمني؟ ايش عز؟ عز من عز؟ الحمد لله فيصل بن دبي اللي نعم تستاهل. يوم قالوا اقول لك ما يعطيك الجمهور. جيت حق معي بس. ليش ما ليش يعني ما 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 في سبب؟ لا والله مو بس ما في سبب، هو ما يدري اصلا. اي والله انا والله ما ادري. عندي والله العظيم يوم جيت ما عليه يكلمون المشرفين بالحساب. والله كفو وانت كفو. عبد الله معليش انت وش السالفه؟ والله عارفين مو بكيت انا على بالي. تعال سلطان تعال نبكي. تعال بكنا لا خلاص.